يعطيك العافية. اليوم عندنا طريقة إضافة المحطات على المفضلة على ريسيفر ماجيك 3 5 وورد. أول خطوة عندنا نضغط سات، بنحط على النايل سات هيك، بنضغط منيو، نختار قائمة القنوات، بنحط على قائمة القنوات. هاي شايفين عندنا في هون المفضلة. كيف بدنا نحط على المفضلة؟ في على الريموت كبسة اسمها الفيفوريت، فيف هايها الفيفوريت، بنضغط على الفيفوريت، بنضغط على الفيفوريت، بنختار اللي بدنا نحط عليه، فيلم أخبار موسيقى رياضة أطفال تعليمي، هاي بنختار شو ما بدنا، هاي فرضا أخبار، بنحط اوكي. هاي هيك علمت اخبار، هاي بنحط على ابو ظبي الرياضية فرضا، نضغط على الفيفوريت، بنحط رياضة، هاي هيك علمت رياضة، هاي بنحط على عجمان فرضا، نضغط فيفوريت، بنصنفها اجتماعي. هاي هيك لما علم عنا بالقلب هيك صارت فيفورت. بنطلع اكزت، كمان اكزت، واهم خطوة تحطوا نعم، اهم خطوة بنضغط نعم. هسا بنطلع اكزت اكزت، بنضغط على الفيفورت، هيا نختار فرضا حطينا اجتماعي، هيها عجمان نزلت، هاي فرضا فيفورت اخ فيلم، هاي كمان فيفوريت أخبار موسيقى رياضة، هاي شرح سريع وكامل من محل عمار للسترايت. يعطيكم ألف عافية.